السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله جبت وصفتين، ولكن من منتوج واحد. منتوج واحد هذا موجود في كل بيت، وأي بيت موجود فيه، وبثمن رخيص كتير كتير كتير، ولكن أنا سميته معجزة لأنه فعلا فعلا معجزة. المنتج هذا هو الفيكس، يعني فيكس موجود في أي مكان وثمن رخيص. بالنسبة للوصفة الأولى حنحتاجو فيكس، حنحتاجو فيلم أليمونتير من السلوفان أو البلاستيك الشفاف، البلاستيك الشفاف هذا. هاد الوصفة هذه حنستعملوها، أنا استعملتها وجربتها قبل، جابت لي نتيجة يعني نتيجة مرة حلوة. هذا حنعملوه عشان تخسيس البطن، أي مكان ما تنزلوا منها الوزن هذا فعال جدا. العملية سهلة، قبل ما نعملوها على البطن حناخدو مثلا سنتيمتر زي كده، حنعملو على البطن، على بطننا كده، ونشوفو كم عندنا من سنتيمتر في البطن بتاعنا، ونسجلو كده في ورقة كده في أي مكان ونخليوه. وبعدين ناخدو شوية من الفيكس ونحطوه على البطن زي كده، ونمصيو 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 جيدة 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 كده على البطن. وبعدين نلفو عليه الفيلم أليمونتير هذا البلاستيك الشفاف على لون، ونخليوها مدة ساعة. بعد من ساعة نغسلو بطننا عشان هو ريحته شوية قوية. بعدين نعملوه مرتين في الأسبوع، وبعد من أسبوعين حتاخدوا السنتيمتر تاني، وحتشوفوا حتلاقوا إذا حتلاقوا بأنه نزل بعد سنتيمترات، حتلاقوا نزل البطن شوية، ويعني دوموا عليه لغاية ما تاخدوا شكل البطن. انتم إذا في الباطن أو في الفخذ أي مكان يعني عايزين تنزلوا منها الوزن، عشان هذا في زيوت كتير، والزيوت بتساعد عشان تخسيس وبتشيل الدهون من الجسم. هذه بالنسبة الأولى. بالنسبة للثانية فيكس كمان، بالنسبة للثانية لما كده واحد لما بيخسل واحد بينزل من الوزن، أو متى بيكون فترة الحمل بتهرش بطن، بيهرش واحد البطن ساعة كتير، بيكون فيها خطوط بتكون في الأول حمراء، ومن بعد لما بتشجج كتير بتصبح خطوط بيضاء. هاد الوصفة هذه فعالة كتير عشان الخطوط اللي بتكون في بعد الولادة أو بعد نزول من الوزن، يعني بتكون في أماكن معينة في البطن أو في الفخذ، أو بتكون حتى في الذراع، مرة بتجي حتى في الذراع. هنحتاجوا فيها ملعقة صغيرة فيكس، هنحتاجو ملعقة صغيرة جيل لويفيرا. أنا ما عنديش جيل، عندي بس الكريمة، يعني زي بعد وفي جيل لويفيرا أحسن. أنا عندي بس الكريمة اللي حاصلة عندي، حعملها هي كمان بتدي نتيجة حلوة. هنحتاجو يعني ربع ملعقة ليمون، عشان مش عايزين يكون ماسك شوية لهاد الخلطة، ربع كده. حناخدوها وحنحطوها في ميكروفون عشان عايزين ندفيوها، عشان نحطوها وهي دافيه شويه، ما هي سخنه كثير تحرقنا، ولكن بس دافيه شويه. نحطوها كده دقيقه كده في الميكروفون، هي كده حلو كده. من عشان سويت كريمة بتاعت الويفيرا هي الجيل أحسن، بيضطر شوية جامدة، ولكن ما عليش هيمشي الحال. هذا كمان زي كده. وبعدين حنمسكه كده شوية كده ونحطه في منطقة مثلا في البطن، ولكن لازم يكون دلك شوية، يعني 5 دقائق أو كده 10 دقائق. وإحنا كده بنعمله بإيدنا كده، بندلك كده بإيدنا لما ندخل فيها الخطوط، ندلكه كده زين كده كويس. وبعدين نسيبوها كده 30 دقيقة، نسيبوها حتى الساعة ما فيش مشكلة، وحتى بعد حتى الساعة ما فيش مشكلة فيه. وبعدين نغسلوا المنطقة هذه،
هذا كمان نسويه، وهذا نسويه كل يوم يعني لغاية ما نلاقوا النتيجة اللي مطلوب. يعني بعد 15 يوم، 15 يوم كده بيدي نتيجة. أنا عم سويته 15 يوم وبين النتيجة. هي أحسن لو كل خطوط لسه حمرا لسه في بدايتها بتشابسوا، عم بتكون لما بتصبح بيضة بيضة تكون قدمت، يعني بتكون صعب شوية، ولكن إن شاء الله